السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم من جديد على قناة الأخبار العربية. كنتمنى تكونوا على خير وبأحسن الأحوال إن شاء الله. كيف ما قريتوا في عنوان الفيديو، بونص للأطفال 160 أورو للطفل، أسينيو أونيفرساليس ستراورديناريو 160 أورو بير فيليو، نوفيتا من ديكريتو كورا إيطاليا دي أبريل. وهو قانون اقترحته بوزيرة العائلة إلينا بونيتي. هذا بونص غادي يبدا إن شاء الله شهر 5، قانون غادي يخرج شهر 4 وتبدا الاستفادة منه من شهر 5. يعني كل طفل باقي ما فاتش 14 سنة في السن ديالو غادي ياخد هذا البونص. شكون هما الناس اللي غادي يستافدوا من هذا البونص، واشن هي شروط والوثائق المطلوبة للاستفادة من هذا البونص، وشحال النسبة اللي غادي ياخد كل واحد؟ الوثائق المطلوبة هي الايزي، على حساب كل ايزي شحال غادي ياخد كل واحد. مثلا اللي ما كيتعداش الايزي عندهم 7000 اورو غادي ياخدوا 160 اورو على كل طفل. بالنسبة اللي عنده الايزي من 7000 اورو حتى 40000 اورو غادي ياخد 120 اورو على كل طفل. وبالنسبة اللي عندهم الايزي من 40000 اورو وما فوق غادي ياخدوا 80 اورو على كل طفل. وباش تاخد هذا البونص خاصك دير لا دوماندا. بالنسبة كيفاش نعمل لا دوماندا، حاليا الكاف وليمس راهم سادين. اللي بغى يدير لا دوماندا غادي يديرها اونلاين. باش دير لا دوماندا اونلاين خاصك يكون عندك البين وتدخل الموقع ديال ليمس وتدفع لا دوماندا. اللي ما عندوش البين يكفي عيطو ليمس باش يعطيوكم البين، او لا تقدر دير طلب ديال البين من الموقع الرسمي ديال ليمس. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم في الفيديو. الى عجبك الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. واللي عنده شي اسئلة ممكن نحطها ونجاوبه عليها. ونخليكم في رعاية الله وحفظه.